اسف على الازعاج معلش. معقول انتوا نمتوا الساعه 12؟ لا ده احنا اللي بننام بدري. هو مين حضرتك؟ انا جاي اسال على محمود عبد الناصر اخويا. اخو انت احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعالى يعني هو محمود لسه نايم دلوقتي يعني انا هصحولك اهو. كان نفسي اقول لك اتفضل بس مش. لا لا كتر خيرك بس حضرتك ممكن بس تصحيه وانا هكلمه وانا واقف على الباب. طيب وهو بقى يبقى يشرح لك. ها هو ده جامد. في ايه يا اسماعيل؟ في ايه يا اسماعيل؟ مين؟ مين يا اسماعيل اللي جاي في ساعة زي دي يا اسماعيل؟ احنا مش قلنا مفيش زيارات بعد 9؟ معلش يا عاصم ده اخو محمود بس جاي له وواضح انها حاجة مهمة. ايه ده؟ احمد اخويا انا؟ يا ناس عيب ما ينفعش كده. احنا ناس ورانا شغل وبنجري على اكل عيش، يعني 9 النوم دي من حقنا برضك. بقول لك ايه؟ ما تخليش اتغاب على امك النهارده. امي وابوك وخالتك وجوزها، انت جبت اخرك معايا اتخمد. في ايه يا احمد؟ انت كويس؟ انا كويس كويس. وابوك وامك كويسين؟ لا لا كويسين. شوف اهو بيقول لك كويسين. لازمته ايه بقى الازعاج ده؟ انت هتردحلي، ده انا هفتح ارضك. خلاص خلاص يا حوت، خلاص يا حوت ما تهنش نفسك مع الواد ده خلاص. ايه ده انا هكشم له انا؟ في ايه يا جدع انت؟ ايه يا جدع انت يعني مصمم انك تهزق نفسك وخلاص؟ طب ايه رايك بقى ان اخوها يخش ويشرب شاي ويلعب دومنه ووريني بقى هتعمل ايه؟ لا 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 كتر خيرك يا استاذ، تعالى بس محمود عايزك دقيقتين. بس لما اجي لك لما اجي لك. لا تجي لي ولا اجي لك. انا ليا كلام تاني مع الحاج بس اول ما اشوفه عشان انتوا كده بتهرجوا. ايوه انا عارف كويس اللي زيكم لو اتساب لكم الباب مفتوح هتقلبوا السكن ده جزيره الشيطان. انا اسماعيل احب اقول الحق، الحق ما بيزعلش يا اسماعيل. ما خلاص يا عاصم خلاص، هي شغلانه ما طلعوا بره اتخمت بقى. على فكره يا اسماعيل انت اول مره تعلي صوتك عليا مش هنسالك ابدا. ما هو انت يا اخي اللي كلامك مستفز يخلي الحجر ينطق. ما تقول حاجه يا عبد الرحيم، ده يصح عندكم في الصعيد؟ يصح ان يجي لك ضيف يستنجد بيك تقوم تعامله كده؟ يصح ان الاستاذ يعامل محمود قدام اخوه الصغير كده ويكسفه؟ دي الشهامه؟ دي الجدعانه يا جدع؟ عيب عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بس كده ليه؟ ليه تنرفزني وانا الدكتور مانعني من النرفزه عشان السكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسامحك يا عاصم، الله يسامحك. بقول لك ايه؟ قوم معايا نطلع على المستشفى نعمل عليها اشعه على كون اتكسرت. لا يا عم ولا اتكسرت ولا حاجه، هو الرباط الضغط خلاها كويسه. نفسي اعرف بس ايه اللي خلاك تعمل كده؟ افرض كنت وقعت رقبتك اتكسرت، كنا هنعمل ايه في امك؟ انا مش جاي لك عشان تديني محاضره، انا مش ناقصك. امال جاي لي عشان افرح بيك؟ انت هتفضل هربان لحد امتى يا احمد؟ بتسال نفسك السؤال ده؟ قصدك ايه؟ وانا هربان؟ امال سبت رشيد ليه؟ سبتها بمزاجي. بدور على شغل. لا سبتها عشان هربان، مش عايز تواجه حقيقه انك مهما مشيت جنب الحيط مش هتاخد من البلد دي حاجه. وانت لما نطيت فوق الحيطه خدت ايه؟ رجليك اتكسرت وكان ممكن تبقى رقبتك لا سمح الله. انا عيد تاني. بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت اقعد اتناقش معاك، في عربيه مستنياني تحت ولازم اتدرى يومين على ما الدنيا تهدى. ايه شغل الافلام اللي انت معايش نفسك فيه ده؟ بقول لك ايه، انت هتقوم معايا دلوقتي هنطلع على منى المحاميه تسلم نفسك ونشوف الناس دي عايزاك في ايه. مين اللي معايش نفسه في افلام؟ انت لو شفت شكل الحمله اللي جايه تقبض عليا تقول جايه تقبض على بن لادن. هما المره دي ناويين على نيه وسخه وفيها حبسه طويله. انت عارف بقى انا لو اتحبست امك هجرى لها ايه؟ ولو فضلت هربان هنعيش كلنا في تبات ونبات؟ اهو نص العمى ولا العمى كله، طالما انا هقدر اكلمها كل يومين ثلاثه هي هتطمن. طب هتقعد فين اليومين دول عشان اطمن عليك؟ والله لسه معرفش. ولا انت هتعمل تنظيم سري عليها معفن؟ انا اخوك يالا. لا والله بس فعلا كل ما اسال على حد الاقيهم يا اما قبضوا عليه يا اما راحوا سالوا عليا انا وغيري عنده. بس ما تقلقش عليا سكه ورا سيك. طب بقول لك ايه؟ قوم تعالى معايا نام جوه يلا وسيري شيلنا احنا الاثنين يلا. وتفتكر الاخ اللي جوه ده هيسكت؟ ده ما كانش طايق نفسه لما شافني على الباب. اخ مين يا ده؟ انا مفخور. لا يا عم الاحسن يروح يشتكيك عند صاحب الوش، انت مش ناقص. يلا عيب يلا، واخوك عيل. قوم خش نام معايا جوه. وانا هخلي الواد اسماعيل بكره يدور لك على شقه مفروشه الدبان الازرق مش هيعرف طريقك. تلاش صدقني في حد مستنيني تحت.
حد مين؟ حد وخلاص. المهم خلي بس الشنطة دي عندك يومين، هي بس شيلة وأنا عايز أفضل خفيف. فيها إيه الشنطة دي؟ يعني فيها قنابل، متفجرات، بعض الأسلحة الجرثومية، يعني هيكون فيها إيه يعني محمود؟ يعني كتب وملازم الجامعة. عامة أول ما ألاقي حتة أنا هعدي أخدها بنفسي. لا يا حبيبي مش هتعدي، أنت هتكلمني وهتديني عنوانك وأنا اللي هجيبها لك عشان أطمن عليك. تصدق اسمي أشعر من الجملة دي. هو أنت أمي؟ ده أنت أخويا وأنا طايقك بالعافية. الله يخرب بيتك. نفسي أعرف بس بتعمل كده ليه يا أحمد؟ بس هعمل إيه بقى؟ دماغك زلطة، مفيش فايدة. وأنت يعني اللي دماغك خصاية؟ ما أنت دماغك أنشف من دماغي. بس ماشي في السكة الغلط. شوف الواد اللي جاي يرمي بلاء على الناس. يعني هربان ورجليك مكسورة وجاي تقول ماشي في السكة الغلط؟ استنى قاعد هنا، خد رايح فين؟ خد دول. يا عم هو أنت ليه تاكل؟ وبعدين أنت ناسي إن أنا راجل متمول من بره. يا شيخ اتنيل. يا ريتك متمول كنا اطمنا عليك. لما طالع فقري زي أبوك. معاك فلوس بجد؟ أيوه معاك. طب فك لي 200 جنيه دي 50. خد بالك من نفسك يا ابن الكلب. وأنت كمان يا ابن نفس الكلب. لا لا يا الله. محمد رسول الله. سلام يا كبير. يا تزك على رجلك براحتك، ما تقرص عليها. ماشي يا كبير. سلام يلا. Thank you.